السلام عليكم ومرحبا شباب في فيديو جديد. اليوم احضرنا لكم قائمة ببعض العاب المحاكاة التي يمكنك تجربتها والاستمتاع بها. وبدون نطال اكثر خلينا نبدأ. تحاول ألعاب المحاكاة نسخ أنشطة مختلفة من حياتنا الواقعية في شكل لعب لأغراض مختلفة مثل التدريب أو التحليل، وعادة لا توجد أهداف محددة بدقة في اللعب، مع السماح التام للاعب بالتحكم في الشخصية أو البيئة بحرية تامة. ومن هذا الأساس قمنا باختيار 5 ألعاب من مجالات مختلفة يمكنك الاستمتاع بها. وأول لعبة في القائمة معنا اليوم هي Streamer Life Simulator. تتيح لك اللعبة خاص تجربة صانع محتوى، وهدفك هو بناء مجتمع من المتابعين وتسلق سلم الشهرة، حيث سوف تبدأ من الصفر وتحتاج لتطوير نفسك عبر جمع أموال افتراضية من أجل التقدم والتطور أكثر. اللعبة من تطوير استوديو تشيس كيك ديفلوبر ومتوفرة على كل من PC والأندرويد. وثاني لعبة في القائمة معنا اليوم هي هاوس فليبر. تتيح لك الفرصة من أجل إصلاح وتزيين المنازل المدمرة ومنحها حياة ثانية، وتقوم ببيعها من جديد عبر إنجاز كل من مهام الطلاء والتبليط أو حتى الهد، بمنحك قائمة من الأدوات التي يمكنك استخدامها. يمكنك تزيين المنازل ووضع لمستك الخاصة فيها قبل أن تعرضها للبيع. لعبة من تطوير استوديو Empyrean Games ومتوفرة على كل منصات. وثالث لعبة متوفرة معنا هي Fishing Byron Sea. تتولى قيادة قارب الصيد الخاص بك لاستكشاف شساعة بحر النرويج بحثاً عن أفضل مناطق الصيد، حيث سوف تبدأ اللعب بقارب صغير وباصطياد الأسماك واكتساب المال. يمكنك شراء قارب أكبر وأفضل، ويمكنك زيادة طاقم عملك واستخدام معدات أكثر تطورا وتحسين أدائك والحصول على ربح أكبر. اللعبة من تطوير استوديو ميس جيمز ومتوفرة على جميع المنصات. ورابع لعبة في القائمة معنا اليوم هي أورو تراك سيميليتر 2. تسمح لك أورو تراك سيميليتر بأخذ تجربة كسائق شاحن يسلم حمولة، مع وجود مئات المدن التي يمكنك استكشافها والاستمتاع بتجربة القيادة الواقعية عبر شوارعها. يساعدك إتمام مهام في التوصيل بكسب نقاط خبرة التي تسمح لك بفتح شاحنات جديدة، حيث تحتوي اللعبة على تشكيلة واسعة ومختلفة من الشاحنات. اللعبة من تطوير استوديو SCS Software ومتوفرة على PC. وفي المركز الخامس معنا Microsoft Flight Simulator 2020. إذا كنت تريد أخذ تجربة واقعية للطيران وأنت لم تتحرك حتى من مكانك، Flight Simulator يمنحك هذه التجربة. مع 2 بيتا بايت من بيانات خريطة مينغ نتج عنها أكثر من 2 مليون مدينة و40 ألف مطار، حيث يمكنك قيادة مكتبة واسعة من الطائرات وزيارة أي مكان تحب. ولمعرفة أكثر حول اللعبة يمكنك مشاهدة مراجعتنا الخاصة بها التي سوف تظهر في الأعلى أو ستجدها في صندوق الوصف. Microsoft Flight Simulator من تطوير استوديو الفرنسي أصوبو متوفرة على البي سي. وبهذا شباب حقنا نهاية حلقتنا لليوم. إذا نال عملنا إعجابكم لا تنسونا من السبسكرايب واللايك. نستودعكم الله، سلام.